هي أيد جزائرية لا تعرف المستحيل، ففي ظل ما تعيشه بعض الدول العربية من أزمة في الكهرباء مع ارتفاع درجات الحرارة، تمكنت مجموعة من المهندسين الشباب من رفع التحدي وإنشاء أول محطة لتحويل الطاقة الكهربائية بعين أرنات، وفي ظرف 6 أشهر وبنصف التكلفة مقارنة بالشركات الأجنبية. مركز هذا عين أرنات، هذا المركز اللي هو 400 كيلو فولت 220 كيلو فولت ذو الاستطاعة الإسمية 300 ميجا فولت أمبير، والمتكون من عدة أروقة معدات الخاصة بإجلاء الطاقة الكهربائية الآتية من محطة إنتاج الكهرباء لعين أرنات. هذا المركز الذي تم إنجازه في مدة وجيزة تقدر ب6 أشهر فقط من طرف شركات وطنية. المشروع ستستفيد منه سطيف البرج والمسيلة، وسيسمح للمواطنين من قضاء الصيف دون انقطاعات في الكهرباء بالرغم من درجات الحرارة القصوى التي سجلت في الأسابيع الماضية. أن ولاية سطيف تضمن حالياً 16 مركز تحويل التوتر العالي تضمن الاستجابة للطلب المتزايد للكهرباء بالولاية، كما تم كذلك إنجاز 35 محول كهرباء للتوتر المتوسط بالأحياء و97 كيلومتر شبكة المتوسطة والمنخفضة التوتر، وذلك لتعزيز وتقوية الشبكة. كل هذه الإنجازات ستسمح بمرور صيف هادئ دون اضطرابات. الأكيد أن هذه الكفاءات الشابة التي كانت عند الثقة التي منحت لها من قبل مجمع سونالغاز تمكنت من تحقيق ما كان بالأمس مستحيلاً.